طبعا انا فصل الجهاز من الكهرباء، بفتح الجهاز بتاعي وببدا اطلع الدراجز الموجوده. خليك معايا دي واحده. طلعت الادراج ماشي، في الدرج اللي هي موجوده دي شايل الادراج معاها. بيبقى فيه قطع بلاستيكيه بالشكل ده زنقها عليها بحيث انها ما تلبش معايا. ببدا افكها وطبعا احتفظ بيها عشان ما تروحش. بنفس الطريقه كده ده مفهوش ماشي، ده هي بنفك كده بالراحه كده وبيجي ضغطها بايدي. راجع الجزء اللي موجود هنا، طبعا هنا في حساس موجود اهوت، حساس درجة الحرارة ماشي، وشرحناه في فيديو قبل كده والأعطال اللي بتحصل فيه. بفكه من مكانه كده بالشكل ده، بخليه حر الحركة، وباجي على الفريزر بتاعي. طبعا بهرج نفس الوضع كده، كل ده بيتفك. وبنيجي طبعا دول مفكوكين قبل كده، هم جاهزين مريحين معانا ماشي. وباجي على المفاتيح الصغيره، الصواميل الصغيره دي البلاستيك، احركها في شمال اليمين كده بالراحه لحد ما تتفك معايا بالراحه ماشي. بالهداوه عشان ما تقطمش مني، خليك معايا على مفتاح. تلف سنه شمال وسنه يمين بالراحه كده لحد ما تتفك معاك. طبعا هي دي زي الصواميل اهي زي ما احنا شايفينها كلبسات، لها اتجاه بينزل من هنا ومن هنا لحد ما بيجي من المخرج بتاعك وبيبدا يطلع. تمام؟ مكانها هنا اهوت زي ما احنا شايفين، بتدخل وبتربط برضه. خليك معايا عشان ما اطولش عليك. الجزء اللي فوق ماشي، بتيجي ضغطه جوه كده بالراحه، بتيجي جاي ايه سحب. شوف الموجود اهي بالراحه، بتيجي جاي ايه سحب بالراحه. خليك معايا كده. الاجزاء ديت هننقل على حوض الصرف من ورا، نصرف نقفله. ها الجهه اللي فيها حط الصرف الشبكه اللي هتفرق معاك اهي، هتيجي من هنا هتفك كرتون الصرف بالراحه عشان ما تكسرش المواسير، ولو معاك مفك قصير او طويل شويه رفيع عن ده هيريحك، مش هتحتاج ترفع الشبكه كده. فك كده وتعين مسامرك وتسحب خرطوم الصرف بتاعك. وبتيجي في عجينه هنا موجوده اللي هي بتعزل خروج الهواء البارد او دخول هواء ساخن للكويل، وبتحتفظ بيها، بتفكها بالشكل ده. طبعا ديت انا بفكها دلوقتي عشان اما اجي اسحب الكويل ما تحش معايا في اي حاجه، الكويل يبقى حر الحركه ويتسحب معايا من بره. تمام، خليك معايا نشوف الكويل هنفكه ازاي. في جزء من زيت هنا موجودين اهمت، بتسحبهم بالراحه كده في فك الخياط. بنز صغير خالص موجود اهوت، شايفينه؟ في واحد تاني زيه هنا، هتسحبه برضه معاك كده بالراحة تحت. خليك معايا دي، وبتيجي بفاتح البنز كده سحبه زي ما انا ساعد كده ماشي، وبتيجي على التاني برضه بنفس الطريقة. كانوا كده جوه كده اهوت، وتيجي ساحب بالشكل ده. خليك معايا، تيجي ساحب الكويل بالشكل ده. ساعات كل موجه معاك بتسحب فيه بالراحه كده
يطلع معاك الكيل الحلق تعلقه على الرف بس بالراحه عشان في مصيره الدراجه ورا هنا موجوده اهي اهي عشان ما يحصلش فيها اي مشكله. خليها اهي ما تنتنش منك ولا تتكسر. خليك معايا دي بعد ما بتنظف العجينه بتاعتك كويس من ورا وتسحب الكويل بتاعت اللي احنا سحبناه دي ده كده ماشي فوق وتعلق معاك على الرفوف عادي. بعد كده بتجيب حاجه عاليه ماشي وتفك اللزق اللي موجود عليه وتطلع الفبره ديت وتشوف هل كان فيه تلج عليه ولا في نقص. بتفك الكرت بتاعتك وتخليها حره الحركه كده ماشي. برضو العجينه اللي موجوده هنا دي بتشيلها تمام. اصبحت الاسلاك معاك في مسافه طويله اهي تبدا تتحرك فيها وتسحب الكويل بتاعك زي ما انت عايز ماشي. طبعا دي الاسلاك الثلاث اسلاك دولت اللي هم الكهرباء العموميه البني والازرق والاسمر ده اللي هو راجع الاوفرلود اللي بياخد من الكارته وبيشغل الموتور او الضاغط او الكباس زي ما بتطلق عليه حضرتك. ثلاث اسلاك اهو وباقي الاسلاك دولت اللي هم بتوع لحظه خليك معايا. وطبعا دي الاسلاك بتاعتك اللي هي موجوده في الكويل بتاعت السخانات ماشي والسيرمو ديسكات والسيرمو ديسك والحساسات اللي موجوده سواء حساس الكويل او حساس درجه حراره. اصبحت حره الحركه معايا اهي. تعالى معايا كده نديها لهناك وتبدا تشيل اللزق بتاع الكبير اللي موجود عندك ده. في هنا مشبكين جوه احمد شيلهم بس احمد واضح مشبك كده هنا اهوت ماسك تشيله وتخلي بالك انك ما تكسرش الكليل ده لان طبعا هترجع تغطي بيه تاني. وبعد ما تسحب الكليل بتاعك بتبدأ تبص على الدايرة. طبعا حاليا دلوقتي في وش المروحه واقعه فاحتمال تكون واقعه وانت بتسحب الوش في الليل واحتمال تكون واقعه قبل كده. تبص على الكويل بتاعك في تلج موجود هنا اهو تبدأ تخلي كل حاجة زي ما هي وتبدأ تشوف شغل الجهاز وتشوف هل المروحة بتشتغل ولا ما بتشتغلش وهتركب لها الريشة بتاعتها معاها. يبقى دي أول حاجة أنا بطمن عليها. تمام كله كده شغال. لمبات الإشارة بتاعته البيان الشاشة شغالة لمبة الإنارة شغالة ترمستات او مفتاح الفوليوم او مفتاح المقاومات ماشي كما تطلق عليه كما يحلو لك شغال لكن المروحه مش شغاله. فهل معنى كده ان المروحه عطلانه؟ لا. لاحظ ان انا فاتح باب الفريزر يبقى في الحاله دي اشوف اضغط بايدي على المفتاح اطفي اللمبه واشوف المروحه هتشتغل ولا لا. طب المروحه اشتغلت معايا تمام يبقى في الحاله دي المروحه شغاله. يبقى اذا عطل ان عدم وجود تبريد والاعطال اللي كانت بتحصل عطل دنت اللي كان بيجي ده ما كانش من المروحه. المروحه كده شغاله كويسه او المروحه كانت مفكوكه زي ما فكناها يعني ما اتفكتش من الغطا واحنا بنفك. يبقى ده احتمال. يبقى حاليا دلوقتي هبدا اتابع المبخر الكويل بتاعي بدا يسقع ولا لا. انا بدا يشمع اهو يبقى انا بطمن على ان مفيش اي رواسب او فرلين او اي اوساخ موجوده عندي في الحوض بتاع الميه تمام. وبنشوف الدنيا مع بعض فيها ايه. خليك معايا كده بعد ما تطمن على نظافه الحوض بحاله ماشي
طبعا انا عندي هنا الكويل موجود اهوت، الهيتر موجود على الكويل، هيتر الومنيوم زي اللي موجود في الثلاجه الكريازي بنفس الوقت. في موجود عندي هنا قرب كده حبيبي شويه كده، في عندي هنا السيرمو فيوز موجود ماشي، وفيه السنسور بتاع درجات الحراره اللي اتكلمنا عليه قبل كده في فيديوهات بتاع التجميد، اللي ساعه ما درجه التجميد عندي تنخفض ويعمل تلج يبدا يدي اشاره عشان الكارته تدي اشاره ان السخانات تبدا تشتغل وتدوب التلج اللي موجود اللي هو سنسور التجميد، بخلاف سنسور التبريد اللي موجود تحت اللي هو بيحل محل الترموستات. وادي السيرمو فيوز معايا. طيب قبل ما اقفل الوش بتاعي واقفل الحوض عشان اطمن ان الاسلاك دي هترجع معايا مرتاحه، باجي بقفيز او بشكرتون وجاي لففهم كده مع بعض عشان مفيش حاجه تكلكع معايا. ولا تنتني ولا كده عشان اعرف اركب الكارته بتاعتي بعد كده اقفلها مظبوطه ما تعملش مشاكل معايا. بتركب الافيز بتاعك بالشكل اللي احنا بنعمله ده تمام، وبتسحب الاسلاك. وبعد ما بتركب بتيجي بالبنسة او بالصافه او الزرقية بتاعتك وتيجي قصه كده برضو عشان ما يعملكش كلكعه موجوده في الايه ورا الحوض بتاع الكويل. وتيجي قصصها وما تنساش ما تخليش حاجه تقع في الكويل عندك. وابدا ارجع اللف بتاعي بالشكل ده واتاكد ان الماسوره بتاعت الراجع ماشي راكبه مكانها في الفتحه بتاعتها، الفتحه اللي احنا شايفينها دي تمام. وباجي بعد كده اقفل الصاجه بتاعتي هنا على الكويل اهي، التعليمات بتاعتها بتاعت الكويل اهي موجوده بنفس الوضع ماشي تمام. واجيب خليك زي ما انت، واجيب الوش العازل بتاع مجرى الهواء اللي بيحدد اتجاه الهواء بيخلي الهواء بتاعتها تمشي في المجاري مظبوطه، تسحب من داخل الفريزر وترجع تطرد تاني لتحت ماشي. بركبه بالوضع ده زي ما احنا شايفين بالراحه. وهطمن ان ما يوحش اي فلين مني وانا بركب بالشكل ده. طبعا في مجرى هنا مشبك هنا موجود اهوت شايفينه، ده هينزل فيه بعد كده. خليك معايا دقيقة واحدة كده بالشكل اللي احنا شفناه الحب كده تمام. وتبدا ترجع الكويل بتاعك لجوه ماشي، بس وانت بترجع اضمن ان الاسلاك حد يسحبها معاك علشان ما تعملش كلكعه وتيجي تركب الكارتكه تلاقي الايه الملفات اللي جوه دي مقصره معاك ماشي. خليك معايا دقيقه واحده نسحب الاسلاك بتاعتك شويه. الماسوره بتاعت الصرف هنا خرطوم الصرف اللي هو احنا وريناها لكم في فصل الصرف ماشي، ببدا ادخلها كده بالراحه بالراحه ماشي، واتاكد انها ركبت مكانها وابدا اجلس اوكي وارفع المشبك بتاعي تمام، ويركب الكويل واتاكد ان المشابك بتاعتي ركبت في مكانها. هات هنا حديدي تحت كده شويه. بعد ما اركب الكويل بتاعي تمام كده مشبك ركب والكويل كده مظبوط ماشي، بركب البنزات اللي كانت موجوده هنا عشان اضمن ان هو ايه ما حدش يشده او يلعب فيه، وحتى لو ما ركبش مش هتفرق لان السوسه شايلاه هنا كويس تمام. وبعد كده الايه البنوز ديت بتركب مكانها ونرجع مع بعض من ورا على كده. خلي في ميه بتنزل هنا معانا عيط من الحوض كويس ماشي. بركب خرطوم الصرف تاني وبثبت الجزء اللي احنا فكناه بتاعنا ده ماشي، في زينه زي ده كده هركبه دلوقتي. خليك معايا دقيقه واحده بتاعك، وبدخل بالوش البلاستيك ده كده زي ما احنا شايفين كده ضغط واتعلق اهوت تمام، وابدا بعد كده اربط المسامير بتاعتي.
بتاعها. سنه صغيره بتلفها بالراحه كده لحد ما تقفل، ما تضغطش عليها جامد لانها بلاستيك. تمام، بتيجي على الحساس وتركبه مكانه وبتبدا تقفل عليه وتكمل تربيط الايه مسامير الرباط بتاعت دي للوش. ماشي، بس ايه عشان ما اطولش عليك، بيبدا تكمل بقى ايه التربيطات بتاعتك. اوكي، وطبعا لو بعدل الديب فريزر وهركب ترموستات والترموستات قصير، ما ارفعوش لفوق على ان هو كده هيفصل ويوصل بسرعه. احاول اجيب الترموستات اللي هو الطويل اللي هو ال 2 متر بحيث يبقى معايا ايه مسافه. ماشي، وبعد ما بتركب بالشكل ده تبدا